تهريب المخدرات في الصحراء. هو اسم الصيد الثمين الذي أوقعته سلطات مالي والنيجر وموريتانيا. 90% من عناصر هذه الشبكة من تندوف، وقائدها هو المسمى سلطاني ولد أحمد ولد بادي، وألقي عليه القبض في موريتانيا. وضمن الموقوفين يبرز اسم فرحة ولد حمود ولد معطلة، عسكري يعيش في تندوف، وكذا بريكا ولد الشيخ من عناصر بوليساريو، إضافة إلى الحسن علي ولد إبراهيم المنحدر من تياريت الجزائرية. موقوفون وصل عددهم إلى 7 بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وأحدهم صرح بأنه كان يزود عناصر القاعدة في المغرب الإسلامي بالمواد الغذائية. هذا الخبر يؤكد الأنباء المتواترة من منطقة الساحل والصحراء، والتي تؤكد انضمام المئات من المحسوبين على بوليساريو إلى تنظيم القاعدة، ما ينذر بحسب تقارير استخباراتية دولية بتحول هذه المنظمة إلى قاعدة خلفية لإنجاب متطرفين بعد انسداد أفق تنظيم بوليساريو. ينضاف إلى كل ذلك العلاقات المتشابكة بين المهربين وتنظيم القاعدة في المنطقة، ما يستدعي تعاونا إقليميا للحد من هذا الخطر الذاهم الذي يتهدد الساحل والصحراء. بالتعاون الإقليمي بين دول المنطقة ما تم تفكيك هذه الشبكة، شبكة قد تمط اللثام عن العلاقة الوطيدة بين المهربين وإرهابي القاعدة، قاعدة تحاول تحويل الساحل والصحراء إلى أفغانستان جديدة.